عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي في طائفة الموحدين دروس اجتماعا برئاسة سماحة الشيخ عبد الطائفة الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الدرزية في فردان، وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: أولا، يتوقف المجلس المذهبي بإيجابية عند مختلف المبادرات التي حصلت في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الأمور مرهونة بخواتيمها، حيث من الضروري بناء موقع الرئاسة بأسرع وقت بما يؤسس لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ويحقق انتظام العام تفاديا لمزيد من الأزمات الاجتماعية والتراجع الاقتصادي والمعيشي. ثانيا، يؤكد المجلس المذهبي إن أي نقاش سياسي في البلاد يجب ألا يغفل قانون انتخابات عادل وعصر أساسه التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني المتنوع، يحفظ العيش المشترك ويصون تعددية لبنان ويمنع استهداف أي شريحة لبنانية، فذلك وحده يمهد لحياة ديمقراطية وطنية صحيحة قاعدتها التمثيل الصحيح لجميع المكونات الوطنية. ثالثا، يشدد المجلس على أهمية العمل الفعال التي تقوم به الأجهزة الأمنية على اختلافها في حفظ أمن البلاد وملاحقة المخلين به والمجرمين الإرهابيين وعمداء إسرائيل، ويأسف في المقابل لبعض القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا والتي تشوه سمعة القضاء من جهة وتسمح بتكرار الجريمة من جهة أخرى. وبالتالي فإننا ندعو القضاء إلى عدم التساهل مع المجرمين المرتبطين بالمؤامرات التخريبية المحاكاة هنا وهناك. رابعا، يرى المجلس أن قانون استعادة الجنسية بالشكل الذي صدر فيه قد ألغى مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كرسه الدستور اللبناني، وتحديدا لجهة حرمانه فئة بعينها من المتحذرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية، ويدعو لإعادة النظر بهذا القانون من منطلق وطني لا طائفي حفاظا على حقوق من أهدرت حقوقهم وليس حرمانا لمن يستحقونها بموجب هذا القانون. خامسا، يدعو المجلس المدني إلى مقاربة لبنانية موحدة للسياسة الخارجية تنطلق من مبدأ أساسي يقضي بإبعاد لبنان عن كل الصراعات الدائرة في المنطقة وتكريس انتمائه العربي والتمسك بدوره التاريخي وموقعه الطبيعي بما يتماشى مع خط لبنان التقليدي في الانسجام مع الإجماع العربي. سادسا، يحط المجلس المذهبي كل القوى السياسية إلى إطلاق ورشة حكومية وتشريعية تخرج البلاد من حال الشلل الواقع فيه والتي انعكست على مستويات المعيشة كافة، ويدعو بالتالي إلى إعادة النظر بمختلف نواحي حياة المواطنين في الكهرباء والماء وشتى السلع الرئيسية على قاعدة العيش الكريم المفروض تأمينه لكل اللبنانيين، لا سيما بتفعيل خطط الوفيات التي أعدها الوزير أكرم الشيب وتحمل تبعاتها لإنجاح هذه الخطة. سابعا، ينوه المجلس المذهبي برفض أبناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدامهم في مشاريع الاستيطانية الفحنوية، ويقدر المواقف التي صدرت من ممثلي الطائفة في فلسطين الذين رفضوا إقامة مشاريع سكنية على أنقاض قرى فلسطينية، وهو ما يتماشى مع تراث الموحدين الدروز وتاريخهم العربي والإسلامي. ويستغرب المجلس استمرار التعامي الدولي عن جرائم العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، ويؤكد أن المضي في سياسة الدول الكبرى المتغاضية عن هذه الارتكابات هي التي أسست ولا تزال لأشكال التطرف والإرهاب شأنها في ذلك شأن التعامي عن الظلم والعنف اللاحق بعدد كبير من أبناء الشعوب العربية التي تغلغلت التطرف في مجتمعاتها. شكرا.